السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. الزول في اللون يا جماعة الخير يا الحباب، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير على ضوء ما يجري في البلاد نتاعنا. والله حبيت ندير هذا الفيديو باش ننبهوا بعضنا بعض فيما يخص دور فرنسا في احتلال الجزائر. شكون اللي راه اليوم من الجزائريين والجزائريات يشك بأننا مستقلين فعلا عن فرنسا؟ أنا شخصيا أقول لا، فرنسا لم ترفع بعد يدها على الجزائر لأنها ما حباش تترك السلطة عنا. ما دام الأذناب نتاعها والوكلاء نتاعها يطيعوا الأوامر نتاعها. درت لكم هذا الفيديو غير باش نذكروا بعضنا بعض كما قلت. اليوم 6 ديسمبر اللي صادف زيارة ماكرون للجزائر في 2017. إذا تذكروا يا الجزائريين والجزائريات هذيك الزيارة يا للأسف اللي خلات ماكرون يمشي فوق طريق العربي بن مهيدي. اللي حارب فرنسا ويجي في هذه السنة هذا الرئيس الصهيوني، خلوني نستعمل هذه العبارة، باش يزيد يجسد الهيمنة نتاعو علينا. قاع الجزائريين تذكروا هذاك النهار كيف استقبل ماكرون في العاصمة الجزائرية. يا للأسف فيه من الجزائريين اللي سلموا عليه وراحوا حتى يطلبوا الفيزا باش يهاجروا لفرنسا اللي حاربوها جدادنا. ربما هذا الكلام ما يعجبش البعض، ولكن رانا نشوفوا اليوم وين وصلنا لما نقارن هذه الزياره نتاع ماكرون اللي جات عندنا في 2017 في ظرف خاص. يعني مجيء ماكرون هو جا باش يأكد على العهده الخامسه تاع بوتفليقه، كما أكد العهده الرابعه تاع بوتفليقه وهو كان على فراش المرض كما رانا نشوفوا اليوم. نفس الوضعيه اللي كنا فيها في وقت بوتفليقه رانا في وقت التبون اليوم. مور هاد الشيء هي فرنسا الاستعماريه هي اللي راهي وراء هذه المشاكل اللي راهي عندنا اليوم. لو جاو عندنا حكام يحشموا على عرضهم ومغروسه فيهم الوطنيه، والله ياخذوا القرار الجريء وفرنسا لن تفعل شيء، لن تفعل شيء، فهي ضعيفة أمامنا. ولكن يا للأسف فيه من مسؤولين، حاشا يعني ماشي كاع، فيه من مسؤولين اللي هما يشكلوا النواة الصلبة في النظام الجزائري اللي مازالوا يتلقوا الأوامر من ماكرون وعلى رأسهم تبون. هذا اللي قال في خطاب وفي ندوة صحفية اللي قال لهم ما يفصل فرنسا والجزائر غير هذا البحر هذا الأبيض المتوسط، لو كان صبحنا دولة واحدة وصبحنا شعب واحد. يعني شوفوا الخطاب نتاع الخيانة، وشوفوا الجزائر نتاع تبون اليوم كيف هو مصيره، وهو راهينا في يد ماكرون وفي يد ماركل الألمانية. ورانا نعرف عنه شيئا إلى حد الآن، وراني وضعت لكم فيديو البارح خصيصا لهذا الكلام. ما حبيتش ندخل هذا التاريخ في الفيديو اللي فات، حبيت نخصص له هذا الفيديو اللي راني ندير فيه اليوم في حتى نجسد هذه الذكرى، ذكرى تأييد العهدة الخامسة
وذكرى يتبون لبقائه في السلطة مثل ما بقت بوتفليقة. يعني قادرين يجيبوا بينا يعني بهذه الوضعية إلى ما لا نهاية حتى لا نستقل نهائيا عن فرنسا. لهذا أنا أوجه كلامي للشعب الجزائري برمته. هذه 6 ديسمبر اليوم أنا نعتبرها وصمة عار على جبين الجزائريين وعلى حكامها. والله خلوني غير باش نذكركم، أنا وضعت حتى في البروفيل تاعي في الكونت فيسبوك في السنة اللي جا فيها في هذه الذكرى بالذات، وها ولا يعني باش تشوفوا مليح واش قلت فيها. قلت يوم 6 ديسمبر 2017 أصبحت الجزائر مقاطعة فرنسية محمية من أحفاد ديغول يوم زيارة ماكرون لنا. يعني ما زالت هذه الأبوية اللي راهي تفرضها فرنسا علينا، ما نقولوش الأمومة، أنا نقول الأبوية، يعني راهي مزوجة بينا والجزائر هي أصبحت زوجته غير شرعية. لأن مستحيل باش واحد أجنبي يتزوج بنت الأصل. هذه هي أنا بهذه العبارة البسيطة حتى تفهموا كلامي. ولهذا نقول إلى متى نبقى في هذه الوضعية حتى نغير الأمور بهدوء وبدون إراقة دماء الجزائريين. احنا عارفين باللي ولاد فرنسا ما يتركوش السلطة بكل سهولة، عارفين مصير نتاعهم، عارفين مشنقات تستنى فيهم. لهذا هما راهم يراوغوا باش يربحوا الوقت، ولكن الشعب الجزائري قال الكلمة نتاعو، لا رجوع يعني يتنحوا كاع كما قال هذا الشعار تاع الحراك. للحراك والله ما يتركهم حتى في قبوركم، يديلكم جنازات نتاع مزبلة التاريخ. والله ما نطول عليكم ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.